فماذا قدمنا لهم؟ وأين حق لا إله إلا الله من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تجد في البيت الواحد أكثر من محمد، فيسمون محمدا الأول ومحمدا الثاني ومحمدا الثالث بل حتى الرابع. فيا أمة محمد، ماذا قدمتم لإخوانكم؟ أما قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم والأتباع: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: الراحمون يرحمهم الرحمن؟ أليس هو الذي قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنقذوا إخوانكم، أنقذوا إخوانكم. رغم فقرهم ومعاناتهم وقلة إمكانياتهم، رغم كل المؤامرات، أبناؤكم في الصحراء يقرؤون الفاتحة بأجمل الأصوات. أبناؤكم في الصحراء يقرؤون الفاتحة بأجمل الأصوات ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فماذا قدمنا لهم؟ وأين حق لا إله إلا الله؟ أين الرجال؟ أين الشباب؟ أنقذوا إخوانكم. كم يتقطع القلب وأنت ترى البؤساء ولا تستطيع أن تصنع لهم شيئا؟ هذه أخبارهم قد أتت إليكم ومآسيهم قد تليت عليكم، فماذا أنتم صانعون؟ ولله ماذا أنتم قائلون؟ فماذا أنتم صانعون؟ ولله ماذا أنتم قائلون؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن